آخر مرة زرت رأفت الميه امتى؟ آخر مرة زرت رأفت الميه امتى؟ من سنين الحقيقة، في الاستوديو هناك، في استوديو جلال. ما قصر في حقه؟ آه. هتزوره بعد الحلقة؟ 100% بجد. الصورة اللي بعدها ده كده هو اللي هيزورني بقى. طيب. كده عايز حد يزورني. ده كده يعني مش فاهم انت قصدك عشان خريج ازهر مثلا هعرف المدافن ولا ايه؟ مش فاهم يا كلام. لا مش قادره اكمل. ده فريق عمل فعلا، فريق عمل والله. لا استنى هعيد. لا مش قادره. لا مش قادره ايه؟ ما تعملش كات يا وزيري، ما تعملش كات يا وزيري. احنا هنا حلو قوي. اتفضلي حضرتك، السؤال ايه بقى؟ ده يوم ايه ده؟ مش فاهمين. وابويا ما مات ولا ايه ده؟ ايه ده صحيح؟ لا لا بس بصي برضو شيك يعني، حتى بصي يعني الاوتفيت جامد. اه والله. هو بياخد تاني يعني ولا بيعمل ايه؟ مش فاهم. مطلع رجليه كده لوحدها، وبعدين دي رجليا، انا رجليا اطول من كده و45 يعني بجد والله. لو حاطط منديل يعني، بص حاطط منديل في الجاكيت. بسم الله ما شاء الله. مين الشخص اللي انت بتشوفه بيتسول الاضواء والشهره في الوسط الفني؟ يعني هي الصوره دي عشان يتسول؟ انا مش عارفه الصوره. يعني بذمتك ودي ده يتسول؟ يتسول. طب مين هيمر وهيعبره اصلا يعني يتسول؟ في طبعا في ناس بتشوفها كده، كلنا عارفينهم. بتبقوا عارفينهم بالاسم؟ طبعا عارفينهم جدا. زي مين؟ يا سلام. ما ينفعش يعني، ازاي ما ينفعش؟ في واحده معروفه وفي واحد معروف. مين الواحده ومين الواحد؟ ممكن اقول لك اول اسم واول اسم. قول. بس ما مش هكمل. ما تكملش. في النساء واحده بدايه اسمها غاده. وفي الرجاله واحد اسمه محمد. جاوبت؟